ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد جاءني رجل منذ سنتين أو ثلاث في هذا المسجد بعد صلاة كهذه الصلاة، وقال لي وهو في غاية الكرب والحزن والهم: أنت فلان؟ قلت له: نعم. فقال لي: عندي مشكلة عظيمة، لقد سرقت. وهو في غاية التأثر: سرقت، وضاع مني كل شيء. وأخذ يبكي، وأخذت أنا أتصور أن الرجل أخطأ. من يريد أن يعينه؟ وما علاقتي بسرقته؟ كان ينبغي أن يذهب للشرطة أو يذهب إلى من يبحث معه عن مسروقاته. وإذ بالرجل بعد أن أخذه البكاء وبدأ يكفكف دموعه يقول: لقد سرقت في عمري، وضاع مني عمري، سافرت ورحت وجئت وأكلت وشربت وبعت واشتريت وربحت وخسرت، وكل شيء في هذه الدنيا فعلته. ثم نظرت فجأة فوجدتني قد جاوزت الأربعين، لقد سرق مني عمري وأنا لا أدري ماذا أفعل. وعاود الرجل بكاءه مرة أخرى. أنا لم أضبط صورته، لعله أن يكون معنا الآن، فإنه قال إنه تاجر من التجار في السوق الذي خارج المسجد. هنا عرفت أنه كان أفقه مني وأنه قصد نوعا من السرقة. هو في الحقيقة أخطر من كل أنواع السرقة، نوع ربما يعيشه كثير منا، لا يزعم الواحد أنه ينفك عنه. من الذي يزعم أنه لم يسرق عمره؟ فأنا أظن أنني قد سرقت، ولعلك أيضا تظن أنك قد سرقت، بدليل أن الإنسان لو استقبل من أمره ما استدبر لعاد أيام الصبا وبدايات الشباب وعند أوائل البلوغ حين يجري عليه قلم التكليف وفعل أفضل مما فعل وعاش أحسن مما عاش في دوحة الإيمان، في بحبوحة الجنة مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين في الدنيا، حتى يكون معهم غدا في الآخرة جزاء وفاقا، إذ الجزاء من جنس العمل. ثم إني تأملت فوجدت أن هذا ليس حال شخص أو فرد، وإنما هذا حال أمة في الحقيقة. فأمتنا كلها مسروقة، سرق منها مجدها وعزها وصدارتها وريادتها وما كانت به أولى، سرق منها ما خلقت لأجله من الدلالة على الخير وأن يتبعها الناس في المنهج الرباني
الذي شرعه الله عز وجل لها. بل إن شئت فقلت كل أمة في هذا الزمان الذي يزعم أنه من أرقى الحضارات، كل أمة بين أيدينا مسروقة، وكل شعب مسروق، وكل دولة مسروقة، وكل جماعة وكل فرد، الكل يسير في غير الاتجاه. وإلا لو سارت هذه الجماعات بما فيها من أفراد، وسارت هذه الدول وهذه الأمم في المنهج الذي خطه لهم ربهم سبحانه وتعالى، ما وجدت مكسورا ولا حزينا، ولا وجدت مصدورا ولا مكروبا، ولا وجدت ظلما ولا مظلوما، ولا وجدت قسوة ولا إرهابا ولا لونا من ألوان الكرب الذي تسمعه صباح مساء في الإذاعات والأخبار، والذي بات يشتكي منه كل الناس، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والعجب، كل العجب أن يتم هذا في وضح النهار، وقد استبانت الحجة وظهرت المحجة ووضحت فيما أقام الله سبحانه وتعالى من هذا الدين الحق الذي نزل به الروح الأمين على قلب نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، ليكون من المرسلين بلسان عربي مبين. وإنه لفي زبر الأولين، لكن قضى الله سبحانه وتعالى أن تكون الدنيا صراعا بين الحق والباطل، وبين الكفر والإيمان، ليهلك من هلك عن بينة، ويحيى من حي عن بينة. وإن الله لسميع عليم. ومن هنا يظهر حاجة الناس إلى المنهج، ومن هنا يظهر حاجة الناس إلى ميراث النبوة، ومن هنا يظهر افتقار الناس إلى الهادي الذي يهديهم في ظلمات البر والبحر. وإن تعجب فعجب لكثرة الصراعات السياسية والمناهج الاجتماعية المطروحة، والإصلاحات التعليمية والتربوية، والمخارج الاقتصادية، والسبل الإعلامية، وكل ذلك مما يرجو به أربابه وأصحابه إصلاح الدنيا وإسعاد العالم وإيجاد الشخصية التي تعرف ما لها وما عليها، والتي تسير في الطريق الذي يحقق السعادة والأنس في رحلة البحث عن الذات، والتي تنتهي عند عامة الناس ولو كانوا غير مسلمين إلى جنة أو نار. يتم هذا في غفلة عن ظهور الحجة ووضوح المنهج الذي جاء به أتباع الأنبياء مما ورثوه عن الأنبياء، مما أخذوه من وحي السماء. فأصبح الناس كما قال الأول كالعيس في البيداء، يقتلها الظمأ والماء فوق رؤوسها محمول. من هنا تنشأ الحاجة، والحاجة الماسة في هذا الزمان خاصة، إلى أن يرجع الناس إلى دروس السيرة، إلى سيرة محمد صلى الله عليه وآله وسلم،
والتي تمثل خير تطبيق للحق ووسائله وغاياته، والتي تمثل المنهاج الذي يصور السلامة والأمن والأمان في أسمى صوره، والذي يحقق السعادة والأنس والرضا في أعظم تصوره. من هنا تظهر حاجة الناس إلى العودة إلى هدي الأنبياء ووحي السماء، وقد اكتمل ذلك أعظم اكتمال في بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. والسيرة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم جزء من التاريخ، غير أنها ليست ككل تاريخ، هي تاريخ لكنها تاريخ مخصوص. أشرف مراحل التاريخ وأعظم حقب التاريخ تلكم الحقبة وتلكم أو ذلكم الزمن الذي على قصره هو منارة التاريخ، وأشرف ما عرفته الدنيا وأرقى ما وصل إليه البشر حين تعانقت همة البشر بوحي السماء، فجاء هذا التطبيق الذي أراده الله سبحانه وتعالى وجعله نموذا يحتذى في كل عصر وفي كل مصر. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا. إلا أننا قبل أن ندخل إلى قضية السيرة وما تحويه من منهج تربوي وما تقيمه من تصوير للمثل الأعلى وما تجيب عنه من أسئلات وما تضعه من حلول وما تظهره من مناهج، قبل ذلك كله لابد أن نقدم بمقدمة نستعرض فيها أن السيرة كما قلنا هي جزء من التاريخ، وأن المسلمين المعاصرين ونحن منهم وقعوا في خطأ جسيم نسأل عنه جميعا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. هذا الخطأ الجسيم أنهم قبلوا أن يكتب تاريخهم بغير أيديهم، وهذه مصيبة المصائب. وإذا كانت السيرة جزءا من التاريخ فقد اعترى ذلك هذا الجزء أيضا. قبل المسلمون أن يكتب تاريخهم بأيديهم، وهذه أعجوبة العجائب، ليست أمة في الدنيا إلا وتكتب تاريخها بأيديها بناء على هويتها وعقيدتها مهما بلغت هذه الأمة من التخلف. ليست أمة من الأمم إلا وقد كتبت تاريخها بأيديها تبعا لعقيدتها وهويتها، وزين كتاب هذا التاريخ من أفراد وعقلاء هذه الأمة أي أمة كانت
زينوا تاريخهم بما يتوافق مع ميولهم واعتقاداتهم ويظهر قيمهم. إلا هذه الأمة ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأرجو إن كنت صاحب هم وهمة ومنتسبا إلى دعوة وراغبا في الإصلاح على الأقل لنفسك ألا تغفل هذه القضية، فإنها قضية القضايا. على حين غفلة منا نحن المسلمين كتب تاريخنا بغير أيدينا، كيف يتصور هذا؟ هذا الذي حصل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وللموضوع قصة، وهذه القصة تلخيصها أن الغربيين لما استعمروا بلاد المسلمين في قرنهم 19 الميلادي وسقطت في أيديهم عامة مدائن المسلمين وبلادهم وصارت بلاد المسلمين مستعمرات للأوروبيين، وأنت خبير بهذا التاريخ لابد أنك درسته، وجد الغربيون الأوروبيون أن المسلمين أمة لا يقهرها الاستعمار العسكري، وأنهم مهما استعمروا فإنهم لا شك غالبون وراجعون وغير متأثرين لما عندهم من منهج ولما فيهم من وحي السماء ولوجود هذه البنية التي يحجون إليها في مكة ولوجود هذا الكتاب الذي يتعبدون بتلاوته، بل ولوجود هذه المؤسسة الكبيرة المتمثلة حينئذ في الأزهر منارة الدنيا، والتي كانت في البلاد التي كانت في ذلك الوقت عند الاحتلال الإنجليزي حاضرة العالم الإسلامي وهي مصر. ففكرت هذه القوى الاستعمارية في طريقة تدحر بها هذه الشعوب في نفوسها بعد أن عجزت أن تكتفي بمجرد الاحتلال العسكري، فأوعز الاستعمار إلى ابنه البار المتمثل في الاستشراق أن يعمل إذا فشل في إزالة مؤسسة الأزهر وما تعنيه وما تمثله في نفوس الناس من ثبات للقيم الإسلامية التي تحافظ على المعتقدات المستقاة من الوحي والتي تربط الناس بدينهم وأصولهم وهويتهم وانتمائهم، أوعز الاستعمار إلى جيل من المستشرقين أن يتسللوا إلى مؤسسة الأزهر وأن يفسدوا بعض قياداتها حتى يحدث خلل في هذه التركيبة التي صعب على الاستعمار نسفها من جذورها. وليتسنى مثل هذه الخطة لابد لها من مدخل، أما المدخل المباشر فمن الصعب أن يستجيب له أزهري يوم أن كان الأزهريون أزهريين. وإذن كيف ولجوا وتسللوا إلى نفوس هؤلاء الرموز على حين غفلة وغرة؟ تسللوا من قضية مشهورة ساعتئذ وهي مسألة الانهزام الذي كان يستشعره كثير من المسلمين بما فيهم المنتسبون إلى العلم من رجال الأزهر وغيرهم، هذا الانهزام الذي سببه البوم الشديد الذي كان يرى في ذلك القرن 19
بقوة من ظهور الحضارة الغربية وظهور آثار مدنيتها وظهور كثرة فتوحاتها وتقدمها العلمي والتقني ورقي مظاهر الحضارة من بناء وصناعة ونحو ذلك فيما يفهمون، في مقابل انحسار المسلمين وتأخرهم وتراجعهم مما كان المدخل الذي اصطاد من خلاله هؤلاء المستشرقون هم صنيعة الاستعمار، اصطادوا من خلاله بعض، لا نقول بعض الطيبين، ربما وقع في هذا بعض الطيبين، بل واصطادوا أصالة بعض الخبثاء ممن لم يكونوا أهلا لهذا الانتساب وهذا العز وهذا التمكين، ومن ثم بأيدينا نحن المسلمين وبأيدي بعض من ينسب إلى العلم والدين حصل نوع من التنظير بأن قالوا لقد وقع الأوروبيون في أزمة في عصورهم الوسطى، تسلطت عليهم الكنيسة وتسلط عليهم الإقطاع وكثر فيهم الاستبداد، وكان لابد أن يقرر الغربيون أو أن يحسم الأوروبيون الصراع بين الدين وبين العلم، وإذ قد حسم الأوروبيون الصراع لصالح العلم فأخضعوا الدين للعلم، ومن ثم بدأت نهضتهم الحديثة وبدأ رقيهم وبدأت حضارتهم وظهر يعني تغلبهم على الأمم كلها. فمفهوم هذا، وإن شئت فقل على فهمهم، بل منطوقه أننا نحن المسلمين لابد أن نفعل ذلك حتى يعود إلينا العز والتمكين، وحينئذ لابد من إخضاع الدين للعلم حتى ننهض كما نهضوا. قال بهذا بعض من يظنهم الناس علماء، وأنت تذكر رفاعة طهطاوي وتذكر طه حسين وتذكر رموزا من هؤلاء كثيرين، والعجب أن منهم من كان يكتب في السيرة، وهذا الذي جرنا إلى هذه الشجون كحياة محمد لمحمد حسين هيكل وبعض رجال الأزهر كالشيخ محمد فريد وجدي، بل قامت مدرسة كاملة في هذا الوقت تسمى مدرسة الإصلاح، المدرسة الإصلاحية التي قام على رأسها الشيخ محمد عبده، ويعني كان من تلاميذه شيخ للأزهر الشيخ المراغي، وهؤلاء جميعا ساهموا في هذه القضية وأسسوا ما يسمى أو ما عرف بالمنهج الإصلاحي، وهذا المنهج الإصلاحي أخضع كل شيء للعلم الذي يسير بالعقل أكثر مما يسير بالوحي. أنتم معنا في هذه الشجون وهذه الهموم، هذه هموم أمة، وهذه قضية حضارة، وهذه قصة نكسة حقيقية لا بد لنا أن نعيشها وأن نفهمها، لأننا نحن المعنيين بإصلاح هذا الخلل. من أين أبتدئ الحكاية؟ إنها غصص تثير كوامن الأشجان لأمر ما قضاه الله سبحانه وتعالى أن حصل هذا، واقتنع فرقة ممن يؤول إليهم ويرجع إليهم الحل والعقد بهذا المسلك، وأخضعوا الدين للعلم، وترتب على هذا من الجنايات على الدين وعلى العلم وعلى الحضارة وعلى الأمة
وعلى أنفسهم والأجيال التي تلتهم وعلينا نحن الجالسين الآن ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، وسوف تبقى هذه الجناية إلى أن يقوم جيل من الناس بإعادة الأمر إلى تقديم الوحي، وإلى أن يأتي جيل من الناس باعتدال هذا الانقلاب البئيس الذي وقع نتيجة الجهل بحقائق كثيرة. ما هي هذه الحقائق التي جهلها هؤلاء؟ إن أعظم هذه الحقائق أنهم رضوا أن يكتبوا تاريخنا، والسيرة جزء من هذا التاريخ، ولكنها ليست كأي جزء، هي أثمر وأعظم وأبرك جزء من هذا التاريخ. رضي هؤلاء على حين غفلة وعدم توفيق، وغرتهم نفوسهم، رضوا أن يكتبوا تاريخنا على نفس النمط الذي كتب الأوروبيون تاريخهم به. وكيف كتب الأوروبيون تاريخهم؟ قلت لك في أول الكلام أن كل أمة تكتب تاريخها بأيديها، ولا تلام على هذا، وهذه مسألة قد نغفل نحن عنها. كل أمة تجعل نفسها هي المقدمة، وتجعل نفسها هي الأصل، وتنظر للدنيا كلها بعين عقيدتها. من الطرائف أنك، هذا استطراد أرجو الله يخرجك عن لكن أخفف منه، لو ذهبت أي بلدة وقلت هاتوا لي خريطة العالم، هل تتصور بسذاجتك أنهم سيأتون لك بنفس الخريطة التي تراها هنا؟ ربما تظن هذا، قد كنت أنا أتصور هذا. والله خريطة العالم هي خريطة العالم، هتلاقي كده إيه، أفريقيا في النص، ومصر في النص، وطنطا في النص، وبيتك اللي في شارع البحر في النص. تقوم تقول يا سلام أنا في موقع متوسط من العالم، لا، سترى خريطة مختلفة تماما، فيها الجزء التي تعيش هذه الدولة ولو كانت في أستراليا ولا في أمريكا الجنوبية في النص، في نص، وفيها بقية الدنيا في الأطراف. فلو بحثت عن نفسك سترى نفسك ربما بعد ما تقلب الصفحة. هل يلامون على هذا؟ لا، هذه جغرافيتنا وهذا تاريخنا ونحن الأصل في هذا. بنفس الطريقة كتب الأوروبيون المعاصرون تاريخهم. كيف كتبوا؟ قالوا نحن نقسم التاريخ إلى ثلاث حقب. الحقبة الأولى يسمونها التاريخ القديم، والحقبة الثانية يسمونها التاريخ الوسيط، والحقبة الثالثة يسمونها التاريخ الحديث. طيب، ما هو التاريخ القديم عندهم؟ قالوا التاريخ القديم، هذا تاريخ الأوروبيين، قالوا التاريخ القديم يبدأ من سنة أو من القرن 32 قبل الميلاد. لماذا؟ قالوا أول ما عرف الإنسان الكتابة القرن 32 قبل الميلاد. إلى متى؟ قالوا إلى سقوط رومية، أو يعني إلى سنة 457، يعني إلى القرن الخامس للميلاد قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم بسنوات. قالوا هذا كل التاريخ القديم. كم قرن؟ 37 قرن. طيب، قبل أن يعني استطرد، والقرن الوسيط قالوا من هذا التاريخ أظن 457 لميلاد المسيح عليه السلام إلى سقوط القسطنطينية، يعني في القرن التاسع الهجري، في القرن التاسع الهجري يعني 850 شوية
شيء سبعين خانتني الذاكرة. هذا التاريخ الوسيط. طيب والتاريخ الحديث؟ قالوا من فتح القسطنطينية إلى الآن. وهذا التاريخ الحديث قسموه إلى يعني قسمين أيضا. قسم سموه قالوا التاريخ بنفتح إن شاء الله. القسم الأول إلى الحملة الفرنسية، تاريخ الحديث إلى الحملة الفرنسية يعني 1153 هجرية. إحنا الآن نرجع للهجرية عشان نستحي أن نتكلم بال. والتاريخ المعاصر من بعد الحملة الفرنسية لحد النهاردة. طيب بناء على ماذا قسموا هذه التقسيمات؟ بناء على عقيدتهم، بناء على هويتهم، بناء على فهمهم، وهم أحرار في فهمهم. قالوا التاريخ القديم هذا، وأخذوا يذكرون فيه أنواعا من الحضارات. إذا نظرت أنت كمسلم تجد كل هذا غلط في الحقيقة. أولا، أول غلطة، التاريخ القديم من القرن الثاني والثلاثين قبل الميلاد. طيب والقرون التي قبل هذا؟ يقول الأوروبيون هذه نسميها مرحلة ما قبل التاريخ. يعني في عندهم التاريخ القديم وعندهم ما قبل التاريخ. وما هذا اللي هو ما قبل التاريخ؟ قالوا كان الإنسان بدائيا لا يحسن يتكلم ولا يحسن يعبر ولا يحسن يلبس، وكان الشعر يملأ جسمه، وكان ما كان مما لست أذكره فظن شرا ولا تسأل عن الخبر. هذا فهم الأوروبيين تبعا لعقيدتهم. لو حاكمت هذا الفهم إلى اعتقادك أنت، وإلى الوحي الذي تدين به، وإلى الرسول الذي بعث إليك بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، وإلى الكتاب الذي نزل عليه، وجدت هذا الكلام تخريف. وأين الأنبياء؟ لقد نزل أول إنسان في هذه الدنيا وكان نبيا، فكيف يكون هذا مرحلة ما قبل التاريخ؟ إذن هذا على فهمهم. ولاحظ أن الإنسان كان لا يحسن يلبس تكسوه الشعور، هذا كأنه إشارة إلى نظرية أن الإنسان قبل التاريخ ما كان إنسانا، ما كان يمشي على رجلين، كان يمشي على أربع، وكان أصله قردا ونحو ذلك مما نحن المسلمين لا ندين به ونقطع بأنه غير صحيح. إذن أين النبوات التي كانت في مرحلة ما قبل التاريخ؟ هم لا يثبتونها أصلا. طيب هذه سقطة، سقطة كبيرة. ومرحلة التاريخ القديم، ما هو التاريخ القديم عندهم؟ قالوا التاريخ القديم عبارة عن مجموعة حضارات قامت. بأي مقياس أسميتم هذا حضارات؟ قالوا بمقياس المباني والعمارة والمدنية ونحو ذلك. وهل نحن المسلمين نقيس الحضارة بمجرد المباني والمدنية أبدا. قرآننا لا يدل عليها. ذكر الله لنا قوم عاد، أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع، المباني العظام لعلكم تخلدون، وإذا بطشتم جبارين. وذكر الله عز وجل لنا يعني ثمود، وذكر وهذه ما كانت حضارات بالمعنى، لأن الحضارة الحقيقية تقوم على الجانب الإنساني، لا تقوم على مجرد المباني والعلوم، لأن هذه الأشياء ينبغي أن تكون في الإسلام خادمة للإنسان. أترك هذا الآن لعلنا نأتي إليه. طيب والتاريخ الوسيط؟ قال هذا أسود شيء في الدنيا، التاريخ الوسيط هذا اللي هو عمره عندهم خمسة قرون، ما احنا قلنا من القرن إلى القرن الخامس، ومن الخامس يبدأ الوسيط إلى
فتح القسطنطينية يعني نحو 5 قرون عندهم، قالوا هذا أسود زمن مر علينا اللي هو التاريخ الوسيط والعصر الوسيط. لماذا؟ قالوا كان هناك صراع بين الدين وبين العلم، ورجال الكنيسة فعلوا ما فعلوا، ويعني كانوا يعطون للناس صكوك الغفران ويبيعونهم أماكن من الجنة، وهذه كلها خرابيط وهذا كله تخريف، ورجال الإقطاع كانوا يستعبدون الناس، ولم نخرج من هذا التاريخ اللعين فيما يقولون إلا بالثورة على الدين، ومن يومها وقد تنفسنا الصعداء. يأتي المؤرخ المسكين المسلم يقول نعم هذه عصور، العصور الوسطى عصور الظلام، لعله لا يمر يوم من الأيام وتفتح جريدة من وجرب هذا جريدة من الجرد إلا وتجد، لا أقول ولو مرة، أكثر من مرة في أكثر من صحفي صاحب عمود إلا هو يتكلم عن الذين يريدون أن يردونا إلى العصور الوسطى عصور الظلام. ولا أنت ما بتقرأ جرائد؟ تقرأ هذا ولا ما تقرأ؟ ولعلك تقول أه والله صحيح فعلا العصور الوسطى عصور الظلام. هذه عصور الظلام عند من؟ في التاريخ الأوروبي الذي لم يكن فيه دين ولا دنيا، لاحظ ولا دنيا، يعني الدين كان محرفا وكان باستطاعة أي قس أن يقوم بعمليات نصب على الناس، عايز مكان في الجنة 3 في 4 ولا 5 في 6، أنا عندي 1 في الجنة 3 في 4 ب5000 جنيه، وفي مكان أوسع في الجنة 7 في 12 ده 15000 جنيه، يقول لا والله أنا على قد ما معي يا مولانا إلا 5، خلاص خد لك 3 في 4، ويأخذ المسكين يعني، وإذا ما يعني تمرد عليه مرة أخرى لو أراد أن يفرض عليه يقول له ها ولا ألغي لك، لا والله ما تلغيه. شوف نصب فعلا، ما كان هذا دينا، كان ما بقيت أثارة من دين، وتسلط بعض من ينسبون خطأ إلى الدين وأفسدوا على الناس الدين في الوقت الذي ليس فيه دنيا. في هذا الوقت كان الأوروبيون لا يغتسلون مطلقا، لاحظ هذا مؤرخ عندهم، إياك أن تصور هذه مبالغة، ارجع إلى كتبه. كان أحدهم يستيقظ من النوم فلا يعرف أن يغسل وجهه، كان أحدهم يعني يدخل الحمام باللفظ الذي نقوله الآن، وإلا هم كانوا بدائيين في هذا الوقت، ما يعرف أن يغسل يده تنظيفا لها بعد أن يتغوط. كان أحدهم يلبس الثوب ما وقع في باله ولا نما إلى علمه أنه يمكن أن يخلع إلا بعد أن يعني يذوب عليه فلا يبقى منه شيء، ما يعرف أنه يبدل الثوب ليغسله أو ليبدله بآخر نظيف أو أن يرقعه حتى، ما يعرف هذا. فما كان عندهم شيء، كانوا وراء التاريخ في العصور الوسطى، ولهذا هم صادقون في أنها عصور الظلام، لم يكن عندهم أي معنى من معاني التقدم في الدنيا أو الرقي أو الحضارة، أو ما كان عندهم إلا إقطاع وظلم يمارسه حفنة من السياسيين وحفنة أكبر من منتسبي الدين، ثم إنهم ثاروا على هذا كله فاستراحوا بعض الشيء، ثاروا على الدين المغلوط، ومن ثم يعني بدأت الدنيا يعني تضحك لهم كما يقولون بتعبيراتهم. لكن نحن المسلمين إذا كتبنا تاريخنا نقول نفس هذا الوقت اللي هو من احنا من القرن الخامس الميلادي إلى فتح القسطنطينية، نقول هذا بالنسبة لنا نحن المسلمين هذا هو العز الذي استنارت الدنيا فيه، ويعني اكتملت فيه الحضارة التي لم تكتحل عين الزمان بمثلها، وأظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من المهاجرين والأنصار رقيا وحضارة ومستوى عاليا من الإنسانية ومن العدل ومن الحرية ومن المساواة ومن القيم التي يسعد بها كل من سمع بها، بل أن
يعيشها أو يتنعم بآثارها. فأين هذا من هذا؟ هذه العصور الوسطى، عصور الظلام عند الأوروبيين، كان فيها صدر الإسلام وفتوحات الصحابة رضي الله عنهم والخلافة الراشدة وظهور الدين على الأرض جميعا والتمكين الذي قدره الله عز وجل للمسلمين، حتى أبى أن يكون معهم أمة تحقق التوازن المعتاد في السنن الكونية. أنت ترى في السنن الكونية أن دايما يكون في فارس والروم، إنجلترا وفرنسا، أسبانيا والبرتغال، أمريكا والاتحاد السوفيتي، دايما يعني تجد هذا التوازن وأن في معسكرين يعني، لكن حين يسود المسلمون لم يكن معهم أحد. هذه العصور وتوالت الفتوحات وتوالت صور التمكين مما سيدرس إن شاء الله تعالى في السيرة، توالت هذا في الدولة الأموية وكان فيها إضاءات كثيرة، وإن بدأ بعض الخلل شيئا فشيئا بعد عصر الراشدين، لكن كان العز والتمكين وصور الحضارة أعلى بكثير من صور يعني الانحراف الذي كان شيئا فشيئا واستمر في عصر الدولة العباسية. ويعني كان الناس قد دخل عامة الناس في الإسلام، وأنت تعرف فتوحات الأندلس وغيرها، وتقرأ في التاريخ الرقي العلمي والتقني والأشياء التي لو ذهبت إلى الآن في إسبانيا لوجدتها. كان عندهم زمان يعني نظم تجعل الماء يطلع إلى فوق ما ينزل لتحت، حاجة عجيبة. أنا رأيت في بعض الحدائق هناك وقصر الحمراء وما قصر الحمراء، أشياء هندسيا ربما لا تعرف الآن كانت موجودة، يعني العادة أن المية بتنزل طبعا الآن ممكن تطلع يعني، لكن كيف كان هذا الأمر؟ أشياء عجيبة من الحضارة في الدنيا مع الرقي، رقي القيم في الدين. فهذه العصور الوسطى التي يقصد الأوروبيون بها شيئا وهي عندنا شيء آخر. ولك أن تتصور الآن التاريخ الحديث الذي قسموه إلى التاريخ المعاصر الذي نحن فيه، وقبله التاريخ الحديث، والتاريخ الحديث هو الشق الأول من التاريخ الحديث عندهم اللي بينتهي بالثورة الفرنسية. كان في يصورون على أنه نهضة العلم ويعني الثورة الصناعية ويعني أنواع من هو في الحقيقة، وإن صادف شيئا من هذا لكن لا شك أنه كان على حساب القيم، وكان نوعا من القهر للشعوب والأمم التي استعمروها في غير يعني ديانة ولا رحمة ولا يعني أثارة من رقة قلب. وأما التاريخ المعاصر فأنت تعيشه الآن وترى فيه الكيل بمكيالين، وترى فيه الظلم، وترى فيه يعني الإساءة لكل القيم التي ليست من قيمهم، وترى فيه تسلط هؤلاء الأوروبيين على الدنيا كلها فيما عرف بالعولمة. فالقول ما قالت حزامي، إذا قالت حزامي فصدقوها، فإن القول ما قالت حزامي، يعني الفهم فهمهم واللغة لغتهم السائدة والصواب صوابهم والخطأ ما يرونه خطأ، هكذا يعني قام تاريخهم. هم ليسوا في الحقيقة ملامين على هذا، فإنهم يعملون لأنفسهم وهم أمة من الأمم على كل حال، لكن الخطأ والملامة على من لا يحسن يعني فهم هذا الكلام، وبالتالي يعني يسير على منهاجهم ويكتب تاريخه بمقتضى يعني تاريخهم ويتحاكم إلى أصولهم. وأنت يعني لعلك حديث عهد بما كنت تدرسه في الدراسة في المدارس ونحو ذلك، أقل ما نحفظه جميعا، ومن الصعب أن يكون أحدنا يعني نسيه لأنه كان يلح عليه في كل صفحة أكثر من مرة،
إنه دائما في التاريخ الذي درسناه يقول لك وعادت مصر ولاية عثمانية، تقول لا حول ولا قوة إلا بالله. فكرة دي في ستة ابتدائي أنا كنت بأخذها، ما أدري أنت ما أين أخذتها. يعني الاستعمار العثماني هكذا يكتب، إنه تصوير الخلافة العثمانية على أنه استعمار، والطريف تصوير الحملة الفرنسية اللي هي أصل الاستعمار على أنها حملة تنوير. وإلى هذه السنة التي نحن فيها ما زالوا يحتفلون بذكرى الحملة الفرنسية على مصر، احتفال يعني الفاتحين جزاكم ربنا خيرا على ما نظفتمونا ويعني أكرمتمونا وعلمتمونا وفهمتمونا، ونحن ما كنا نستأهل يعني شرف الانتساب إليه. ممن؟ من وزارات كالثقافة والإعلام وغيرها، ومن جيل النخبة الذي يتبجح صباح مساء بأنه الفاهم والعالم والدارس، وجيل الكمبيوتر. خد بالك وانت بتقولها كده عشان تحس بالكمبيوتر، تقولهاش كده كمبيوتر يعني خلاص. إذن هم يعني، ونحن نقول والله صح ده الجماعة دول يعني يا عم ده ناس فاهمين، واحنا هنروح فين؟ وإذا بالمسألة لا فاهمين ولا علمين، ده ناس يعني مغربين مضيعين مغيبين مضحوك عليه مسروقون، سرق منهم هويتهم، سرق منهم ثقافتهم الحقيقية، سرق منهم أغلى ما ينتسبون إليه، في الوقت الذي يقولون نحن أمة منه عاد بقي أمة، ولا حتى أمة العرب ولا أمة، لأنه حتى مفهوم الأمة هذا يحتاج إلى مراجعة على الأقل من هؤلاء الذين يظنون أنفسهم نخبة. مفهوم الأمة يا إخواننا، وهذا يعني هذه القضايا في الحق نحن نحتاج إليها، لأن إحنا يعني من وجهة نظرنا أيسنا من جيل النخبة هذا، لأنه سيأتي على يديه خير. ولا أنت لسه أظن صعب، ولا عشان في انتخابات يعني ولك انتخبت؟ شو بقول لك كده اللي بروح انتخب بيقولوا إيه؟ انتخبت ولا ما خبتش؟ هم اللي بيقولوا ولا أنا بقول انتخبت؟ تقول له آه والله خبت منذ مشيت وراء هؤلاء الناس وقد خبت. نعم، لكن في الحقيقة هم يتبجحون دايما بأنكم يعني أصحاب كلام وألسنة، ما عندكم برامج ولا عندكم تصورات. لا يا، نحن أصحاب البرامج والتصورات، وأنتم ما عندكم شيء إلا أنت خبت ولا ما خبت وقد خبت. لكن مفهوم الأمة، الأمة يرتبط مفهومها بالعقيدة. لاحظ أن الكلام الحق سهل جدا لأنه يوافق الفطرة، والكلام الغلط كله تعقيد. ولهذا التصور الإسلامي للتاريخ والتصور الإسلامي عموما في غاية السهولة، ولا يستطيع أحد أن يرده إلا جاهل أو مكابر. تصور الأمة سهل جدا، لا بد لمفهوم الأمة أن يرتبط في الحقيقة بشيء واحد بعيدا عن كل التبجحات الكثيرة. مفهوم الأمة مرتبط بالعقيدة فقط، مفهوم الأمة مرتبط، وبناء على العقيدة يأتي كل شيء. ليس كما يتصور الناس أن مفهوم الأمة مرتبط مثلا بالجنس، يعني الأمة المصرية زي ما ضحكوا علينا من حوالي كده أيام سعد زغلول، والكامل الأمة المصرية خلاص احنا كفرنا بكل الانتماءات نريد والوقت لك الفراعنة. لا 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 بالعكس، طب ما احنا مصريين اهو، فينا مسلمون وفينا، هل يزعم هؤلاء او هؤلاء اننا أمة واحدة وقد ننتسب الى جنس واحد؟ وينفع مفهوم الأمة يكون الجنس؟ لا. طب اللغة، أيام عبد الناصر قال لك القومية العربية والجامعة العربية، ما فيش أفضح من هذا في الحقيقة من خلال ما رأينا. أي لغة، أي لغة، لو أن رجلا يعني كافرا يتكلم نفس اللغة
التي يتكلم بها المسلم هل تجد اللغة؟ يعني لو أن رجل يتكلم اللغة الإنجليزية بأحسن ما يكون، هل يشفع له ذلك عند أصحاب اللغة الإنجليزية أن يكون أمة واحدة؟ لا يصلح لا اللغة ولا يصلح الجنس ولا يصلح التاريخ، حتى لو قالوا إحنا تاريخ واحد وعشنا على هذه الأرض وتراب مصر وتراب مصر وتراب إسرائيل يستوون كل تراب، لكن هي العقيدة التي يعني يصح معها أن تنبني أمة. طيب ثقافات، طيب عادات، طيب تقاليد، طيب مناهج اقتصادية، مناهج يعني طب الشيوعية، طب الرأسمالية، طب الراديكالية، طب الديمقراطية، كل هذا في الحقيقة ما يصلح أن يقيم أمة. وقد تجد الناس يتنازعون في البلدة الواحدة ويود أحدهم أن لا يرى صاحبه هذا الذي ربما كان جاره في نفس العمارة، لأن الاعتقاد هو الذي يقيم في الحقيقة. يعني إذا كان أنت ترى النزاعات بين الأرثوذكس وبين البروتستانت وبين الكاثوليك، يعني هم يحاولون لكن لا يستطيعون أن يعني يخفوا هذا المعنى، تقتيل بمئات الآلاف في أقل من شهر. على إذا مفهوم الأمة في الحقيقة لابد أن يرجع إلى قضية العقيدة، الأمة هي التي تنتمي إلى اعتقاد واحد، وما زال الناس على هذا منذ كانوا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، ولا غضاضة في هذا. أرأيت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كيف يعني لما خالفت بينهم العقيدة حكمت بينهم السيوف؟ يمضي في غزوة بدر مصعب بن عمير فيجد يعني أخاه عزيز بن عمير مع صحابي أنصاري وقد أسره، والأنصار ما يعرفون المهاجرين، هو دخل الحرب وما يعرف مين اللي يعرف المشركين أهل مكة يعرفهم أصحابهم المهاجرون. فلما مر مصعب على أخيه وهو أسير بين يدي النصراني قال له أشدد يديك عليه فإن أمه صاحبة متاع، من عرفها من أمه عندها فلوس كتير. فالتالي يقول له عجيب، قال هذه وصاتك به؟ يا ذا لو سكتت كان أرحم، ده أنا أخوك. فقال له مصعب هو أخي دونك، من قال لك إنك أخي؟ هو أخي دونك. مفهوم الأمة لابد أن يكون مرتبطا بالعقيدة، لا بجنس ولا بلون ولا بعرق ولا بلغة ولا بتاريخ ولا بثقافة ولا بمنهج اقتصادي ولا بمنهج سياسي ولا بمنهج تربوي ولا لا 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 لا. الأمة باختصار التي تدين بعقيدة واحدة. ولهذا نحن كنا أولى أن نكتب تاريخنا بأيدينا تبعا لعقيدتنا وهويتنا وانتمائنا الإسلامي الذي نزل به الروح الأمين على قلب نبينا صلى الله عليه وسلم، فكان من المرسلين وأخرج به الناس من الظلمات إلى النور. وبالتالي التاريخ الإسلامي غير التاريخ الإسلامي كتب بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، كانت بعثة النبي صلى الله عليه وسلم هي المحور الذي بناء عليه عرف التاريخ، فكانت مرحلة التاريخ الجاهلي ومرحلة التاريخ الإسلامي ومرحلة التاريخ الحديث، تقسيم ثاني. كيف عرف التاريخ الجاهلي؟ التاريخ الجاهلي الذي كان قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان غالبه جاهليات وإن تخللها أنوار النبوة في حقب مختلف، لا ينسى هذا المسلمون. فعامة الناس وعامة الحقب كانت قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم جاهليات، كان يقوب فيهم نبي من أنبياء الله فيدعوهم إلى أو يجدد التوحيد الذي هو الأصل وقد خرجوا عن هذا الأصل ويدعوهم إليه، ويقوم الصراع بين الحق والباطل وبين الكفر والإيمان، وما آمن معه إلا قليل، فيؤمن بهذا النبي القلة وهذه السنن، إن أهل النار أكثر وإن أهل الجنة أقل، وخسر هنالك
الكافرون، ويبقى الناس في جاهلية إلى أن يقوم نبي من الأنبياء فيدعو قومه إلى نفس المنهج ونفس العقيدة ونفس الأصول، فيؤمن معه قلة ويخالفه كسرة، ويعود الناس إلى الجاهلية مرة أخرى، ثم يأتي نبي بعد نبي في كل أمة وفي كل عصر لا يزال قائم لله عز وجل بالحجة، لكن الجمهور يكون وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. فكانت كل منهج أو كل عصر ما قبل النبي صلى الله عليه وسلم وما قبل الإسلام كان يغلب عليه الجاهليات ويتخلله أنوار النبوة، وهذه الأنوار في الحقيقة هي من أصل الإسلام، لأن عامة الأنبياء جاءوا بالإسلام. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم انتقلت هذه القلة إلى كثرة، ولهذا هو أكثر الأنبياء تابعا، وأقام جيلا لم تكتحل عين الزمان بمثله، وبنى حضارة وأسس مجدا ودانت له الدنيا كلها بفرسها ورومها بنصاراها ومجوسها بعامة يعني، ومضى هذا التوسع شيئا فشيئا في الفتوحات في زمان الخلفاء الراشدين، وزادت الفتوحات حتى في عهد الحجاج كانت الفتوحات مستمرة مع بعض المظالم التي عرفت في الدولة الأموية والدولة العباسية إلى نهاية الدولة العباسية. هذا يسمى عصر العصر الإسلامي بما فيه عصر النبي صلى الله عليه وسلم والراشدين والأمويين والعباسيين. ثم بعد هذا جاء العصر الحديث الذي يعني ترونه بما فيه يعني من انكسار، خصوصا بعد سقوط الخلافة وانتهاء الخلافة، وتقسم يعني المسلمين إلى دويلات صغيرة تتناحر فيما بينها ولو كانوا مسلمين، وتتسابق في إظهار الود يعني الغربيين والأوروبيين وفضائحهم يعني أنت تعلمها صباح مساء. لكن الذي يعنينا الآن التقسيم، تقسيم التاريخ في الإسلام مختلف عن تقسيم التاريخ في وضع المنهج الغرب، وكان الأولى بنا نحن أن نتبع منهج المسلمين في كتابة التاريخ أو نتبع منهج الغربيين في كتابة تاريخنا. تاريخنا نكتبه نحن بأيدينا، وكون أننا نكتب تاريخنا بغير أيدينا هذه مصيبة، أما تاريخ نبينا أيضا فهذه مصيبة أكبر. يعني سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يعني حديث له شجون اختصار، كانت سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ولا تزال هي المؤثر الأول للقلب بعد كتاب الله عز وجل. لا يؤثر في عقل الإنسان ولا في قلبه أعظم من كلام الله سبحانه وتعالى. ثم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لأنها سنة عملية تنضح بالتأثير وإظهار القدوة والمثل الأعلى والقيم التي لا يملك الإنسان إلا أن يعني يدين بها وأن يهش لها وأن يعني يسعد بالانتساب إليها. في بداية، والحمد لله، في بداية ما صنفت الكتب في السير ودونت السير وكتب تاريخ هذه الحقبة المهمة في حياة المسلمين، كان مكتوبا بأيدي العلماء. كان العلماء لأنهم يجمعون هذا يعني التاريخ العظيم بعد أن مضى عصر، والبدايات كانت يعني في أواخر القرن الأول، والبدايات الحقيقية الفعلية كانت في القرن الثاني، فكانت هذه المعلومات قد انتهت أو قد يعني يخشى أن تغيب وأن تنسى. فكان التركيز الأول على ما يسمى بنقد الإسناد، يعني كانوا يهتمون بالروايات ويسجلون الروايات، يتكلم المتكلم يقول حدثني فلان عن فلان أنه رأى رسول الله أو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقول سمعت من فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في هذا المكان، ودونت السيرة بهذه الطريقة اللي هو التدوين الذي غلب عليه الإسناد لحفظ. ومن الأسانيد ما كان صحيحا ومنها ما كان غير صحيح، وكان الأوائل خبراء بهذه القضية فما كان هذا يشق عليهم، أنت فقط اكتب أنا أقول حدثني فلان عن فلان، وأي واحد في هذا العصر كان يعرف أن يميز بين الصحيح والسقيم. لكن العصور المتأخرة صعب عليها هذا الأمر، ولهذا جاء بعد هذا من المسلمين من جعل يعنى بهذا فيثبت الصحيح من السيرة ويرد غير الصحيح. لكن الفريق الأول الذي كان همه أن يكتب نفعنا نفعا عظيما بأن دون لنا
كل ما تحت يدي صيحا أو سقيما. ثم بعد هذا جاء الذي جاء التابع والتالي فميز بين هذا وهذا. هذا أصل كتابة السيرة، وكانوا يقدسون هذا المنهج اللي هو المنهج القائم على الإسناد. وهذه خصيصة في هذه الأمة عجزت عنها كل الأمم الأخرى. أنت تجد الأناجيل المكتوبة في أيدي النصارى الآن يعني أقدمها نسبة للمسيح بعد 3 قرون عما بدأوا يكتبون. إذن في انقطاع 3 قرون، 3 قرون يعني تكون الدنيا خربت، وقد خربت فعلا. ولهذا ما تجد إنجيلا إلا ويثبت ما ينفيه ما ينفيه. وحتى عندهم لا يقولون إن هذا كلام الوحي أبدا، وإنما يقول هذه يعني تصورات لبعض القساوسة ممن عاصر من عاصر من عاصر من عاصر من عاصر المسيح، فدخلت آراء وأهواء. إذن قضية الإسناد ما عندهم شيء، لكنك تقف إلى الآن في هذا القرن الذي نحن فيه بعد يعني قريب من أو بعد ما أوشك أن ينتصف القرن 15، وأن تقول أنا معي سند متصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ليس في القرآن فقط والله، في أسانيد في كل شيء، في الأذان، في إسناد يعني بالأذان إلى بلال رضي الله عنه. أمة عجيبة فيها خصيصة اللي كل شيء عندهم يعني حدثني فلان، هذا أصل المنهج. طيب لما دخل المنهج الغربي حتى في السيرة ما الذي حدث؟ قالوا والله الجماعة المسلمين دول جماعة يعني كل حاجة عندهم أسلمة، لا يفهمون المتون، عندهم حاجة اسمها نقد المتن. فزعموا أن المسلمين ما يعرفون نقد المتن، والحقيقة أن المسلمين يعرفون نقد المتن، وإن أخذ نقد الإسناد عندهم مساحة أوسع لطبيعة المرحلة حتى يجمعوا. ثم بعد هذا كان نقد المتن، لكن التاريخ الأوروبي قائم فقط على نقد المتن إذ لا إسناد عندهم. طيب إيه قضية نقد المتن هذه؟ بيسموه التاريخ الذاتي. إيه معنى التاريخ الذاتي؟ اللي روج لفرويد والجماعة الغربيين، التاريخ الذاتي اللي بيجعل اللي يسمح للمؤرخ إنه ينظر في الوقائع التي أمامه فيهضمها بعقله وفهمه، ولا يخفاك بثقافته وباعتقاده وبأصوله وهويته، ثم يقرر. طب بالله عليك، احنا لما نعطي واحد أوروبي يعني كافر بالنبي صلى الله عليه وسلم، مبغض للصحابة وللنبي صلى الله عليه وسلم، يعني يرى العمى ولا يرى ظهور الإسلام، ونقول والله خذ يا أستاذنا أيها المستشرق النحرير، يعني خذ هذا الذي حدث في غزوة بدر ولا في غزوة أحد، وتنزل الملائكة ونصرة المؤمنين والفتح ويوم الفرقان يوم التقى الجمعان والعز اللي احنا عشناه، هو راجل نصراني يقول لك تنتظر منه. آه والله فعلا آمنت بالله، ما كانش ده حاله. إذن ماذا يفعل؟ يبدأ يعمل إيه؟ التاريخ الذاتي، يخضع هذا الكلام إلى عقله وإلى ثقافته وإلى هويته وإلى عقيدته. فلا أقل من أن يقول ملائكة مين يا ابن اللي هتنزل تجاه انت مجنون، شفت انت الملائكة وهي نازلة ولا شمتها ولا لمستها ولا سمعتها ولا لا، ده كلام ضحكوا عليك بيه. ما احنا في عصر العلم، تقوم انت تخط اه والله في عصر العلم. ايه معنى في عصر العلم؟ يعني عصر العلم لا مفيش مغيبات ولا في يعني لازم يكون خليك كده متعلم ما ينضحك عليك، ما في شيء اسمه مغيبات ولا ملائكه ولا الملائكه نزلوا ولا ينزلهم ولا 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 ولا. هو يرمي من هذا اصلا الى انكار الوحي نفسه. المغفل وما اكثر المغفلين، يا سلام شوف التفصيل، شوف انت بقى ليه الكلام الفعلة فعلا مش محتاجين الكلام ده، احنا في عصر العلم. علم مين؟ هذا ليس علما، هذا كفر. من اصل الدين حتى عندهم الدين غيبي، وهم طبعا دايما ياكلون لما يجي ينظر في تاريخنا لك ابعدنا عن المغيبات وخلينا احنا في عصر العلم. ولما تيجي تقول طب بالله عليك افتيني انت ازاي قصة 1 في 3 و3 في 1 الثالوث، لك لا لا الحاجات دي لا تخضع للعقل، خدها كده اعتقد وانت مغمض. طب مش مين انت عندك بتعتقد وانت مغمض وتثبت ما لا تحسنه ولا تفهمه ولا يقل عقلك بزعم ان هذه غيبيات؟ طب ما انت مؤمن بالغيبيات،
هو من غيبات عنده، لكن يريد أن يفسد علينا ديننا. اللي حصل في القرن التاسع عشر إن هذا المنهج في كتابة التاريخ انسحب حتى على السيرة، وجاء جماعة من المستشرقين كثر، عشرات بل مئات من المستشرق تسلطوا على أم رؤوسنا في هذه البلدة التي كانت حاضرة العالم الإسلامي، ومنها يخرج التوجيه لكل بلاد الدنيا. أفسدوا منهج التعليم وأعادوا كتابة التاريخ، ولم يبقوا شيئا إلا وأخضعوه لمنهجهم الذاتي، حتى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم فألغوا منها ما أرادوا، لولا أن الله تعالى تكفل بحفظ دينه وأن الكتب القديمة ما زالت موجودة. ولهذا والحمد لله كانت يعني هوجة كما يقولون ومرت، الآن بدأ الناس يرجعون مرة أخرى. وإلا لما في مقدمة يعني حسين هيكل في كتاب حياة محمد كلمة في غاية العجب، يقول أنا لا أحتاج إلى الرجوع إلى كتب التاريخ التي أرخت لحياة النبي صلى الله عليه وسلم وقامت على الأسانيد ونحو ذلك، لأن هذا ينافي العلم، وإنما نرجع. إذن هو اعتبر، شوف السقطة من هذا المسلم، هو يعتبر أن كل كتابات التاريخ الإسلامية لا يحتاج إليها لأنها تفتقر إلى العلم. طب وما العلم؟ نظرة الأوروبيين في أنه ينظر يقول لك والله أنا لا أؤمن، مش حاجة اسمها الطير الأبابيل يا ابني، ده القرآن جوه أنزعم طير الأبابيل، لا لا ده جدري العقل، وإن ده كان داء الجدري. تخيل بيقول كده ناس كبار، كل مدرسة محمد عبده معظمها بيقولك المدرسة العقلية، يبقى عكس القرآن تماما، بس هو ده العلم، لأن أخذناه من مين؟ المستشرقين، هكذا قال الأوروبيين. طيب والملائكة نزل؟ لا 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 ما فيش ملائكة نزل، هذا خلاف العلم. طيب هتلاقي معظم الأمور، طب والإسراء؟ سبحان الذي أسرى، يقول لك لا لا ده كان رحلة روحية وتأمل روحي ونفسي، إذا ما فيش إسراء ولا معراج ولا حاجة. طب كل جاءت هذه المدرسة على أصول السيرة فنقضتها، اللي هو منهج كتابة التاريخ بأيدي أوروبية، وقع فيه بعض يعني أرباب المدرسة العقلية المعاصرة، والتي والحمد لله بنشاط يعني الدعوة وعودة المنهج السلفي الذي يعني يحترم الأصول والثوابت ولا يعني ينكر المناسب من التجديد العقلي الذي لا يخالف الثوابت، حصل نوع من التوازن. ولهذا يعني نختم ببعض أهم ملامح التصور الإسلامي لتفسير التاريخ حتى نرد على هذه المدرسة يعني العقلية. من أهم ملامح التصور الإسلامي للتفسير التاريخي، وهذه ذكرها الدكتور أكرم العمري في كتابه، مراعاة الحقائق التي قررها القرآن الكريم. نحن نكتب السيرة ونحن ندرس السيرة، لا بد أن نراعي الحقائق المقررة في القرآن، لا أن نستورد حقائق من الأوروبيين. مثلا قضية أن الأصل في الناس الشرك، التوحيد وليس الشرك، هذا هو الأصل. الأصل في عقائد البشر التوحيد، كان الناس أمة واحدة يعني على الإسلام، وفي تقدير فاختلفوا كما في آية أخرى، يعني بدأ يقع فيهم الشرك، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. إذن الأصل كما يعني يقرر القرآن، الأصل التوحيد وليس يعني الشرك، بينما عند الأوروبيين في تاريخهم الأصل عندهم الشرك، حتى أنهم لما يتبجحون بالتوحيد، التوحيد يقول لك أصل التوحيد في الدنيا إخناتون، عجيب والله، إخناتون أصل التوحيد، جماعة الفرعنة الفرحانين بفرعنتهم، نعم أصل التوحيد إخناتون، ليه؟ لأنه كان عبد الشمس وحدها، بينما غيره كان بيعبد حاجتين مع بعض أو ثلاثة، ما قالش عبد ربنا، هو عبد الشمس وحدها، يبقى إخناتون ده يعني سيدنا إخناتون بتاع التوحيد، هذا كلام فارغ. من أين أجاؤوا بهذا الكلام؟ بفهم الأوروبيين للتاريخ. طب وفين كان الناس أمة واحدة يعني على التوحيد، وأن آدم نزل
إلى الدنيا بالتوحيد، وإن كان الناس كما في حديث ابن عباس في البخاري 10 قرون على التوحيد، وإنه أول ما ظهر الشرك في قوم نوح. هذه أصول نستقيها من القرآن لا نستقيها، إذا لابد من مراعاة هذه الحقائق دون يعني التفلت الذي حصل في كتابة التاريخ عند الأوروبيين وتابعه بعض المغفلين. من الملامح أيضا تفسير دوافع المسلمين في صدر الإسلام على يعني دوافع السلوك المسلمين، لابد أن تفسر بتفسيرها الصحيح. فنقول إن هؤلاء المسلمون آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وفتحوا الفتوحات لوجه الله عز وجل، لأن الجماعة الأوروبيين بقول لكم ما آمنوا بالنبي لأنه كان فيه اضطهاد من الأغنياء للفقراء، فهم وجدوا أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء في صف الفقراء، وبالتالي دي كانت الرسالة الإسلامية كانت عبارة عن ثورة الفقراء على الأغنياء، وبالتالي أيضا يخضعون لهذه الفتوحات. الفتوحات الإسلامية عبارة عن أن جماعة الفقراء يعني خرجوا على الإقطاع وعلى الأغنياء، فراحوا يعني يجلبون بعض يعني المتاع الدنيا، وبالتالي تسلطوا على الإمة لأنهم كانوا مصاصي دماء أو لأنهم كانوا جوعى بحاجة إلى، وأغفلوا تماما قضية الاعتقاد، وأن الإنسان لأجل إرضاء الله عز وجل يفعل، وأن الإنسان يضحي من أجل الجنة، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيلها أمواتا بل أحياء. لا، التفسير الغربي للتاريخ لا يرى في الصحابة أكثر من أنها كانت ثورة أغنياء على فقراء على أغنياء، وأن المسألة كانت يعني، وهذا الكلام لا شك أنه الشواهد كلها تؤكد صحة المنهج الإسلامي، سواء أصل نصوص القرآن أو الرسائل التي كانت تظهر من قادة المسلمين لقادة الغربيين، زي ما يعني المغيرة بن شعبة دخل على رستم قبل ما يدخل عليه لبعي بن عامر وقال له أتيناكم بأمر ربنا نجاهد في سبيله وننفذ أوامره وننجز موعوده، وإن أبيتم لم يحل لنا، يقول فإن أجبتمونا تركناكم، مش محتاجين بقى منكم حاجة، تكونوا إخواننا يعني، إن أجبتمونا تركناكم ورجعنا وخلفنا فيكم كتاب الله ونخلي فيكم المنهج، نحن كل ما يهمنا هو هذا المنهج، وإن أبيتم لم يحل لنا إلا أن نعطيكم القتال أو تفتدوا نفوسكم بالجزية، يعني هذا الذي عندنا، فإن فعلتم وإلا فإن الله قد أورثنا أرضكم وبلادكم وأبناءكم وأموالكم. شوف الثقة، بيقول له يعني ما فاقبلوا نصيحتنا، فوالله انظر المغيرة ماذا يقول، يقول فوالله لإسلامكم أحب إلينا من غنائمكم. فين هذا في المنهج الغربي؟ يقول والله إسلامكم ونسيب لكم القرآن ونرجع أحب إلينا من غنائمكم، وإلا لو ما سمعتوش الكلام إحنا هناخدكم كلكم بالنساء بالأولاد بالأموال وهذا الذي حصل. إذن هل التفسير الإسلامي للتاريخ يقطع على أن الصحابة كان أهواء؟ لا، القضية يعني ليس مبناها كما يعني على الصور المشوهة التي طلعت عليه، لا، ولكن الغربيين لأنهم لهم اعتقاد مختلف ينفثون هذه السموم. ينظر في سقيفة بني ساعدة، طبعا نظرة التاريخ لما حصل بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، إن أبو بكر وعمر وأبو عبيدة ذهبوا إلى الأنصار الذين اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة، وفذكرهم أبو بكر بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن منا الأمراء ومنكم الوزراء، والحديث صريح الأئمة في قريش، وبالتالي يعني رجع الأنصار إلى هذا حقيقة التاريخ الإسلامي والفهم والقيم التي كان عليها الصحابة. يأتي أصحاب السموم المنهج الأوروبي اللي بيزعمون أنه العقل، قال لك لا، ده هو حصل يعني تآمر بين أبو بكر وعمر وعثمان على الأنصار، واتفقوا مع بعضهم ينتزعوا الخلافة من الأنصار وياخدوها هم واحد ورا الثاني ولا الثالث. إيه رأيك في الكلام الحلو في العقل ده؟ لا. من أين هذا الكلام؟ هذا كله مبني على القضية التي قلناها، اللي هي يعني تفسير الغربيين لدوافع السلوك عند المسلمين كان يختلف عن الحقيقة، نتيجة أنهم متهمون في دينهم وفي فهمهم
والله العظيم وفي عقلهم أيضا لو أن أصحابنا يعني يهتدون. طيب مسألة أيضا تقويم من 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 الأصول في هذا الباب، تقويم الحضارة يرتبط بمدى ملائمتها لعبادة الله. يعني كيف نحكم أن هذه حضارة؟ وهذه مسألة مهمة في الملامح التصور الإسلامي للتاريخ. كيف نحكم أن هذه حضارة؟ ما احنا عندنا حاجتين، يا حضارة يا حدارة من الحضار. هي حضارة ولا حدارة؟ طيب منهج الإسلام في الحكم على الحضارة إن الحضارة ترتبط بمدى ملائمتها لعبادة الله، وهذا المعنى مهم جدا. ولهذا المؤرخ المسلم لا يحكم على مستوى الحضارة بمجرد المنجزات المادية. احنا طولنا عليكم ولا طولنا عليكم؟ يعني لسه في طيب لا يحكم، أنا قربت يعني، لا يحكم المؤرخ المسلم وهو بيكتب التاريخ الإسلامي على الحضارة بمجرد إنجازاتها المادية، اللهم إلا في حالة واحدة ممكن نتفق عليه، إذا كان هذا المحكوم عليه حمارا وينفع؟ يعني حمار يعني لا روح عنده، جسم بلا روح ليس له إلا طريقة الأنعام. لكن لما كان الإنسان فيه جسم وفيه روح وبالتالي له معاني دنيا ومعاني دين، فلا بد أن يحكم على الحضارة بالمنجزات المادية والمنجزات المعنوية التي تستجيب لحالة الروح. ولهذا الحضارة التي تؤثر في إسعاد الناس ليس في شقاء الناس، أظن هذا واضح. فتاريخ كتاب من أهم ملامح كتاب التاريخ الإسلامي إن المؤرخ يحكم على يعني تقدم الحضارة بإسعادها للناس واستجابتهم للمعاني الروحية التي هي المقدمة في الحقيقة عند الإنسان عن مجرد كونه بهيمة يأكل ويشرب ويلهو ويلعب وينكح وينام، وهذا في حقه ما يحقق يعني حضارة. ولهذا يعني الفهم الغربي لكتابة التاريخ فهم متخلف، لأنه لا يحكم على الحضارة إلا بمجرد يعني المعاني المادية. ولهذا حتى الأوروبيين لما بيتكلموا عن الحضارة الإسلامية هم طبعا مضطرون، ما يستطيع أن ينكر كل شيء. فالأوروبي لما يتكلم عن الحضارة الإسلامية يقول إيه؟ يقول أوج الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري. المؤرخين الأوروبيين ليه يا ابن الحلال؟ قال لك لأن القرن الرابع الهجري شهد ترجمات الكتب وشاهد مباني وشاهد نظم وشاهد يعني، إذا هو بيحكم أيضا بإيه؟ بنفس المقياس. لكن عند المؤرخ الإسلامي إن أوج الحضارة الإسلامية كان في القرن اللي فيه الرسول صلى الله عليه وسلم وكبار الصحابة، ما هو الثاني مش مؤمن بالرسول أصلا صلى الله عليه وسلم، وهو لولا الملامة قال لك ده مش رسول ولا وحي ولا حاجة، بس هو ما يقدرش يجيبها مباشرة وإلا مش هنصدقه في الحاجات التانية، فهو بيجي في الحاجات دي يعديها يعني يحاول يفوت ولا والله محمد رجل عظيم، ودي تهمة. عظيم يقصد انه عبقري زي عظماء كتير، لا هو ليس عبقريا، هو نبي، هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه مسألة مهمة. لكن هو لا يستطيع لأنه تغلبه يعني نزعاته الاعتقادية. النبي صلى الله عليه وسلم منهج الإسلام يقول ما الحكم بين هؤلاء وهؤلاء، الرسول يقول خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين، فالرسول صلى الله عليه وسلم حكم إن أرقى جيل في حضارة الإسلام هو قرنه يعني جيله، والأوروبيون على مقاييسهم يقول لا 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 ده كان لسه ما كانوش لسه يعني، إنما ظهر الكلام ده في القرن الرابع. طيب من الأصول أيضا في هذا الباب يعني من ملامح التصور الإسلامي للتاريخ رفض منطق التبرير كأساس لتفسير التاريخ. يعني عندنا جماعة من المسلمين من الكتاب عندهم هزيمة نفسية، هزيمة نفسية، فكلما أراد أن يكتب أو يتكلم بشيء يرى ابتداء أن الأوروبيين لن يعجبهم يوم يعمل إيه؟ يقول لا لا هو أصلا ما كانش قصده، هو يعني المسألة ما تفهمهاش كده يعني، يبدأ يحاول زي ما سمعت بعض يعني أقطاب رحمه الله يعني يقول باللفظ كده وهنقول لهم إيه؟ يعني هو أهم حاجة عنده بيفكر فيها هنقول لهم يعني هنقول للغربيين إيه؟ لما إحنا نثبت هذا الكلام اللي هو ثابت، بس يقول لك ده يعمل لنا مشكلة مع الغربيين،
هنقول لهم ايه؟ يعني هو اصله اصل حاجه الاهم عنده ازاي صورتنا امام الاسياد. نعم. وبالتالي ناتي الى تاريخنا، فما لا يعجب اسيادنا نحاول ان نبرره. يعني مثلا قضيه الجهاد، يقول لك انتوا ناس برابره ونازلين طايحين في الامم وعمالين تقتلوا فيهم. يقوم اللي بياخد منهج الغربين في التاريخ يقول لا والله العظيم ابدا، اوعى تقول كده يا استاذنا، ده بس كان مجرد ناس بيدافعوا عن نفسهم، مساكين مظلومين، يعملوا ايه؟ بيدافعوا عن نفسهم، يبقى الجهاد فقط ان هو بيدافع والا ما فيش. ولذلك وزاره الحربيه سموها بعد كده وزاره الدفاع، وبعد وزاره الدفاع صاروا بيعملوا عيش وبيخبزوا عيش وبيصلحوا المجاري هنروح فين اكتر من كده؟ والجماعه ايضا ما مش كافيهم، يعني مش راضيين. ايضا النظره التبريريه تدل على هزيمه. لا الذي شرعه الله نحن نقول انتم تحاربون الناس دفعا وطلبا. نعم، نحن نجاهد الناس جهاد دفع وجهاد طلب، نذهب اليهم في بيوتهم لنقاتلهم، لكن لتوضيح الصوره لا لمجرد القتال. الم تسمع الى المغيره يقول والله لا اسلامكم احب الينا من غنائمكم. إذا نحن نذهب إلى بلاد الدنيا لكي نبلغهم رسالة الله سبحانه وتعالى، وأن نجاتهم في الدنيا قبل الآخرة وسعادتهم في الدنيا قبل الآخرة في الإسلام، نبلغ هذا ولا نجبرهم على الإسلام. فمن شاء فليؤمن، ومن شاء فإن أبوا الإسلام تركناهم، لكن يلتزموا بدفع الجزية، ويلتزمون بأن لا يحولوا بيننا وبين تبليغ رسالة ربنا. فإذا أبوا وحالوا بيننا وبين تبليغ رسالة ربنا قاتلناهم لا ليسلموا، فقد اتفقنا أنه من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، لكن قاتلناهم على أنهم يمنعوننا من تبليغ رسالة ربنا. واضح الكلام؟ واضح جدا. هل هذا الكلام يزعل؟ هل هذا الكلام يخجل؟ هل هذا الكلام يعني يعيب شيء في عقل عاقل؟ ابدا. اذا بدل ان نقول لا والله ما كانوا يقصدون ده، انتم ما خدتوش بالكم ده الكلام ده، بتشوفوا لنا حاجه يا جماعه طلعنا من مأزقة. ليه؟ لماذا الهزيمه؟ نحن نشرف بديننا وبهويتنا. اذا كانوا هم لا يستحون من الباطل الذي عندهم، افنستحي نحن من الحق؟ إذا من ملامح التصور الإسلامي في كتابة التاريخ رفض تماما النظرة التبريرية التي يعني تقوم على أو هي نتيجة الانهزام النفسي والقهر الفكري الذي يعني غلبنا به هؤلاء. من هذه الملامح أيضا استعمال المصطلحات الشرعية، نحن لا نستحي من المصطلحات الشرعية. يعني المصطلحات الشرعية مؤمن، كافر، منافق، مصطلحات شرعية. ما أقولش إخواننا النصارى ومشيها بقى الشيخ الظروف، يعني لا، في مصطلحات شرعية، في مؤمن وفي كافر وفي منافق، ما فيش حاجة بين ما فيش إخواننا اليهود ولاد عمنا لا إذا كانوا هم لا يفعلون هذا، هم يقول أنتم كفار ولا في كل المحافل ولا. مهم جدا مراعاة المصطلحات الشرعية ولو يعني كرهها يعني بعض الناس. أما ننهزم لدرجة نحن نحذف بعض المناهج من مناهج التعليم، بعض الآيات اللي تزعل اليهود لما نقرب شام اليهود، تيجي السنة المنهج بتاع السنة كده ينزل شيل آيات اليهود. سبحان الله، هو القرآن هيتغير؟ لا مش هيتغير، بس معلش ما تعملناش مشاكل. لا، إذا كان هذا يعمل مشاكل فلتكن، فمرحبا بالمشاكل. القضية ليست نعم في حكمة وفي سياسة وشرعية، لكن مضبوطة بضوابط الشريعة، ليس بضوابط الانهزام والتخاذل وترك المصطلحات إلى مصطلحات لا تجوز ولا هذا. إلى الآن ما مصطلح الإرهاب؟ أنت متصور أنها غير مقصودة؟ مأجلين مصطلح الإرهاب إلى الآن. الدنيا كلها والحكومات والوزارات، وزارات التخطيط ووزارات الخارجية ووزارات الدفاع ووزارات الإعلام ووزارات الثقافة على يعني مئات الدول، إلى الآن لم يتفقوا على تعريف للإرهاب.
وكل مؤتمر ليتكم تتفقون على تعريف الإرهاب حتى تريحون إن شاء الله. إن شاء الله. ليه؟ لأنه في الحقيقة تعريف الإرهاب عندهم هو الإسلام، فعشان يقولوا الإسلام تبقى واسعة، فأقول لك خلي التأجيل التعريف هذا وإحنا شغالين شغل أحسن، ما نحطه على أي حاجة. لو جينا نحطه على دولة هننزله على دولة ونغزو الدولة وندمر الدولة، نضعه على دولة تانية مفيش مشكلة، نضعه على الجماعة اللي خلاص هي يعني جاهزة عندهم. كل هذا يدلك على خطورة غياب المصطلحات الإسلامية التي ينبغي أن يلتزم المسلمون. بقي أن نعطر المجلس يعني جملة ذكرها الشيخ محمود شاكر المؤرخ، وليس شيخ الأدباء، الشيخ محمود شاكر، محمود شاكر المؤرخ غير محمود شاكر اللي هو شيخ الأدباء، يعني ذكرها في معرض حديثي عن بيان يعني العز والمجد الذي وصل إليه المسلمون في العصور التي كانت العصور الوسطى عند الأوروبيين، وفقط أنا أكتبها أنقلها يعني شرف هذه المعاني. يقول: وبصورة عامة غدت كلمة التاريخ الوسيط تعني التأخر والجهل والفوضى وسوء النظام والاستهتار بكل القيم. وإذا نظرنا إلى هذا الزمن الذي نتكلم عنه كيف كانت بلادنا الإسلامية فيه، فنلاحظ، وهذا الذي نختم به هذه الملحوظة ولا الملاحظة، ملحوظة ولا ملاحظة، ملحوظة مفعولة، أما الملاحظة مفعلة، يعني تلحظني وألحظك. نعم، هذه الملحوظة يقول: فنلاحظ انتشار العلم، يعني في نفس الوقت اللي كان عصور الظلام في أوروبا، تعال شوف كيف كان المسلمون، وهذا يعني مما يعني ينشرح له الصدر. نلاحظ انتشار العلم وسيطرة النظام ووجود القيم، فالمدن عامرة بالمدارس والمكتبات وهي قبلة المتعلمين، ومساجدها مراكز إشعاع، هذا إضافة إلى الحضارة التي تتسم بالإنسانية بل تعدت إلى الرفق بالحيوان. فالحضارة أعمال يبتكرها البشر وتنظيم وتخطيط لخدمة الإنسان، فإذا لم تخدمه فليست بحضارة. إلى أن يقول: ونستطيع أن نعطي صورة بسيطة عن صور من الحضارة الإسلامية أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين من بعد، تجلت فيه، انظر، تجلت في العدل والمساواة وإحقاق الحق والاهتمام بمصالح الرعية بشكل تبقى مثلا أعلى للحضارة لكل من يريد الخير للبشر. فعاش الناس يوم ذاك حياة سعيدة ملؤها الراحة والطمأنينة والأمن وتأمين الحاجات الضرورية، ولم يلتفت المسؤولون آنذاك عما سوى ذلك من مظاهر تنهك الإنسان وليس فيها أي خدمة له، ولا يشعر بأي سعادة في ظلها، وإنما فرضت عليه وكان يئن من وطأتها. وعندما انتهت الفتوحات شيد المسلمون مواضع لا لخدمة الحكام والرؤساء، انظر هذا الكلام الرائق، يقول: عندما انتهت الفتوحات شيد المسلمون مواضع لا لخدمة الحكام والرؤساء وإنما لخدمة رعاياهم وسعادتهم. أماكن على الطرق العامة كانت مراكز للبريد، ثم عرفت فيما بعد باسم خانات على الرغم من وجودها في وقت مبكر، ولكن وصل إلينا هذا من آخر عهد له. والخان كلمة مختصرة من خاقان، وهو الأمير باللفظ التركي، وهو الذي ينفق على هذه المراكز أو تقام باسمه. وكانت هذه المراكز مضافات على الطرق يحق لكل مار أن يبقى فيها 3 أيام، عارف التكية اللي كانوا بيقولوها، التكاية الموجودة في مثلها كده لكن مش في البلد، حتى على الطرق يعني وانت ماشي مسافر تجد هذا، ويحق لك أن تبقى 3 أيام في هذا الخان، يعني في هذا المكان تقدم له فيها الأطعمة والشراب ووسائل النوم والراحة
وكل ما يحتاج دون مقابل. وإلى جانب ذلك يقدم لراحلته العلف في بناء مجاور، يعني تفضل أنت هنا عندنا وخلي الدابة تتفضل هي كمان في البناء المجاور، أنت تنام وتستحم وتأكل وتشرب 3 أيام حتى يعود لك يعني نشاطك، والدابة أيضا نفعل بها ذلك، ثم انصرفوا مأجورين مشكورين، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. الحكومة الرشيدة جزاها الله خيرا هي التي تفعل هذا. وكان بين المركز والآخر مرحلة، المركز اللي بعده على الطريق مرحلة يعني 40 كيلو، بعد 40 كيلو فقط تجد مركزا آخر بنفس الطريق، وهي مسيرة يوم آنذاك مترتبة 40 كيلو، مسيرة يوم رجل بقاله يوم سير، يعني ممكن كل يوم سير ياخد 3 أيام يعني أكل ومرعى. وقد توجد على مفترق الطرق، وعندها تكون المسافة بين مركزين متتابعين أقل من ذلك، يعني لو كان هذا المركز على مفترق أكثر من طريق ما يخليش كل مرحلة 40، لا يخليها يعني أقرب من هذا، لأن الناس المفترض أن ينزلوا سيكونون يعني أكثر. إلى أن قال: وقد يكون بجانب كل خان دار للثياب، فيما إذا اضطر أحد المسافرين إلى تغيير ثيابه لسبب من الأسباب، يعني واحد ثيابه توسخت أو تمزقت ينزل يبعث الدابة في ويبعث ثيابه أيضا تغسل وترد إليه. وتعدى الأمر في هذه الحضارة فوصل إلى الخدم، فكانت توجد في المدن دور تسمى دار الزبادي، ومهمتها تقديم الآنية والأوعية إلى الخدم الذين كسرت آنيتهم معهم وهم في طريقهم إلى جلب حاجات لسادتهم، يعني بدل ما يرجع لسيده يضربه إن الإله انكسر منه يذهب أحسن ليه لهذه الأماكن يأخذ مكانها يعني آنية أخرى. وزاد الأمر على ذلك فوصل إلى الرفق بالحيوان، فكان في كل مدينة ما يسمى بمرج الحشيش، وهو مكان متسع مليء بالأعشاب محاط بالأسوار وفيه بعض الحظائر، فإذا ما عجزت دابة عند فلاح في المنطقة عن العمل فإنه يرسلها إلى ذلك المكان بدلا من أن يتركها في العراء، فربما عجزت عن الحركة وماتت جوعا. يا سلام. أما إذا نقلت إلى مرج الحشيش هذا فإنه يقول يشبه مأوى العجزة في يعني ديار الغرب الآن، إحنا سبقناهم في كل شيء، حتى هم عندهم دور للعجزة لكن ما عندهم إلى الآن دور للأواني المكسورة بيد الخدم أو دور للحيوانات التي لم يرغب فيها أصحابه. بالمناسبة أنا يعني في بعض البلاد بعض القرى التي مررت بها في بعض بلاد الخليج وهي بلاد غنية جدا الآن، رأيت هناك ما يسمى بالحمار المتوحش. هي معنى الحمار المتوحش؟ قال لك الناس صاروا بيستخدموا الونيد اللي هو يعني العربية نص ناقة، ما عادش محتاج الحمار، فماذا يفعل في الحمار؟ تركوه، فالحمير اتجمعت وصارت توحشة ما لها أحد يطعمها ولا يسقيها ولا يستعملها، في الوقت الذي في هذه الأيام عند هذه الدول فائض من الميزانية عجيب، يعني الفلوس كثيرة في دولة صغيرة من دول الخليج. سمعت أن فائض الميزانية 30 مليار، 30 مليار دولار في السنة، يعملوا إيه بالفلوس دي؟ أما كان أولى أن يقيموا على الطرق يعني خانات للناس، الواحد ينزل وياكل ويشرب، بدل ما الى اليوم الجماعه اللي في الطريق الطعام اغلى يعني الاستغلال اكثر. واذا انظر الى الحضاره لما كان المسلمون مسلمين يصدرون عن اعتقاد ومنهج واتباع ويشرفون بانتسابهم الى هذه الهويه، انظر يعني كيف كان حالهم، وانظر يعني كيف آل حالنا، وانظر إلى حال من يتبجحون بالحضارة من الأوروبيين، ما الذي عندهم؟ إن الأم عندهم يعني إذا خرج الولد من البيت واستقل بأسرته لا يعني يعرف أمه، فتضطر الأم والأب والجدة إلى الذهاب إلى مراكز المسنين، ولهذا اخترعوا عيد الأم. قال يا جماعة حرام عليكم فضحتونا يا جماعة، ولو يوم في السنة روح اعمل، لا، فكان عيد الأم من السنة للسنة من وده هذا لو كان موجود في البلد، يعني يذهب إلى أمه من السنة للسنة. عندهم في بعض بلاد أوروبا نقابات للمومسات،
ليه؟ لأن المومس يعني زاني والعياذ بالله في الفاحش، طب لما تكبر ولا لها قيمة في المجتمع، فتصبح تتسول وحالتها تكون طبعا مع أمراض يعني تعتريها نتيجة الفاحشة، فيحاول يجمعونهم للمسوى لهم. يعني عندهم مصائب ترى في كثير من بلاد أوروبا إلى اليوم، يعني ثورات يقوم بها بعض الفقراء الذين لا يملكون يعني شيئا في كثير من بلاد أوروبا، ولا تهتم لهم ولا يعني تستحي. وأنت تعرف قصص السود في أمريكا وقصص الغجر في إسبانيا وقصص يعني في كل بلد لها يعني قصص من هذا النوع. يقول أخيرا: هذه هي المعاني الإنسانية التي يجب أن تتوفر للنهضة كي تسمى حضارة، أو للمدنية حتى يطلق عليها هذا الاسم، وهو ما يجب أن نرسخه في نفوس الأجيال ونعلمهم إياها باستمرار لينشأوا على مفهوم الحضارة الصحيح، وما قدمته أمتنا في هذا المجال، وما هي القيم التي تحملها الحضارة. ويجب ألا ننقل إلى تلك النفوس بعض مظاهر العلم أو البناء ونطلق عليها اسم حضارة كما هو بالمفهوم الأوروبي، فتضيع الحضارة بين بعض مظاهرها الضعيفة، ويأتيه النشأ بين الاصطلاحات ومداخل التعريف. هذا بالنسبة إلى أوروبا، وأنا أكتفي بهذا التعريج العام قبل أن نبدأ دراسة السيرة، وقبل أن نختار معا ما الكتاب الذي يعني سنمضي فيه، لعل هذا إن شاء الله يعني يأتينا في الأسبوع القادم. وأرجو أن تكون هذه الإطلالة العامة على يعني هذه القضايا تضع على كاهلك أمانة المسؤولية، فأنا أظن إن شاء الله أنك لم تأتي لسماع درس السيرة لمجرد أن السيرة طريفة وقصص ظريفة وأخبار لطيفة ومعاني خفيفة، أنت حينئذ تكون يعني، وإنما أنت أتيت لتصل حاضرك بماضيك لكي تتعرف كيف تبني مستقبلك. أتيت أنا وأنت على مائدة الكريم سبحانه وتعالى، نسأله بمنه وكرمه وباسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب، أن يستعملنا وإياكم في نصرة دينه، وأن يمضي لنا نيتنا في طاعته وهجرتنا إليه، وأن يعيننا على تصحيح أوضاع المسلمين وإعادة عزهم ومجدهم برفع الجهل والظلم والقهر، وإعادة المنهج الرباني الذي ربى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه. عسى أن يعود العز والنصر والتمكين، إنه ولي ذلك والقادر عليه، فإن قدر لنا ذلك فالحمد لله، وإلا فحسبنا أن نكون على الطريق، ولا حول ولا قوة إلا بالله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. طيب، هذه بعض الأسئلة. يقول: أي كتاب من كتب السيرة ندرسه، وهل جعلتموه يعني يختار بعض الكتب؟ ويعني الاختيار نحن ماضون في الاختيار، لم تحسم القضية بعد، ولا شك أننا ننظر فيما يعني، لكن لن يكون رحيق المختوم، لأن كثير من إخواننا قرأوا. فيعني لا أخفيكم سرا، نحن نفكر في يعني كتاب مختصر فيه روح يعني عالية. قد نفكر في كتاب فقه السيرة للغزالي، لأنه كتبه بروح يعني عالية، هي أبدع وأحسن ما كتب، وهي فرصة نناقشه في بعض ما يحتاج إلى مناقشة فيه. والشيخ الألباني أيضا بيض الكتاب وجمله بتعليقاته الحديثية. وقد يعني يكون الاختيار تهذيب السيرة، سيرة ابن هشام لعبد السلام هارون، هو تهذيب جيد ومبارك، وهذا يعني من أصل الكتب في السيرة. قد يكون كتاب يعني السيرة مجلد أظن الثالث في كتاب زاد المعاد، وربما لن نخرج عن هذه الثلاثة. وبعض الأخوة يقترح كتبا أخرى على ما فيها من قوة، لكن قد لا يكون من الأنسب لاعتبارات فنية، يعني قد يعني
وإلا فكثير منها أيضا مناسب، لكن احتمالات فنية تتعلق بالدرس وموضوعه ووقته ونحو ذلك. إذن لعلنا إن شاء الله يكون الأمر حسن في الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى. نقول: كيف نجمع بين العلم الحديث والمنهج السلفي التوقيفي، خصوصا أننا متهمون بالرجعية والانصباب على الدين فقط الدروشة؟ نعم، والله أنت عارف قول الله تعالى: أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. هذا أشبه مثال فيما نحن فيه. لم يجدوا عيبا في الورد كما يقولون، قالوا له: يا أحمر الخدين. أظن هذا مثال سمعته من أمك أو من جدتك. نعم، كما سمعنا. المنهج السلفي في الحقيقة ليس منهجا يقارن بالمناهج الأخرى، نحن لا نقبل هذا، لا نقر أن يقال سلفيون وإخوان حتى، ولا نقر أن يقال المنهج السلفي والمنهج ولا نقر أن يقال السلفيون والحزب الوطني والسلفيون لا 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 لا. من ذا يقيس نقي الجلد من درن الدنيا، من ذا يقيس نقي الجلد من برص الدنيا وأدرانها يوما بأجربه. ما يصح منهج السلفي، لا يصح أن يوضع على المحك مع أي منهج آخر أبدا، لسبب يسير: إياك أن تصنع هذه عصبية منا لأننا سلفيون. لا، لأن هذا هو منهج الله الذي أوحاه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا منهج لا ينتسب لا للإمام أحمد ولا للشيخ الإسلام ابن تيمية، فضلا عن أن ينتسب إلى يعني الشيخ فلان أو فلان من هذا المنهج الذي منهج معصوم نزل به الروح الأمين على النبي صلى الله عليه وسلم، إليه يعني تتحاكم المناهج ولا يقارن بينه وبين المناهج. حين يقوم بعض الناس ويقول المناهج السلفي لا يقبل العلم الحديث، هذا مشوش، وليس كل يعني مشوش يصح أن نرد عليه. لو كل كلب عوى ألقمته حجرا لأصبح الصخر مثقالا بدينار، يعني كلما طن الذباب زجرته إن الذباب إذن علي كريم. شوف الناس اللي بتفهم، لو كل كلب عوى تيجي أخذ حجر وتقول له اخسأ، الكلاب كثيرة وبالتالي الحجارة هتغلى، إنما دعوا إذا يعني أو كلما طن الذباب زجرته، كل ما الذباب تيجي عند ودنك تقول له يعني إيه ابعدي عني أيتها الذبابة، إن الذباب إذن علي كريم، أنت كده بتحترم الذباب. لا تأبه لمثل هذا، وإنما يعني كفاية أبيات عشان على كل حال المنهج السلفي ليس متهما، والذي يريد أن يتهم المنهج السلفي فليذهب ويتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بعث بهذا المنهج، ومثل هذا يعني لا يليق. واللي يقول ما السلف فيه دروشة، هذا إنسان ما يعرف المنهج السلفي ولا يعرف الدروشة في الحقيقة. نعم، المنهج السلفي منهج معصوم لأن أصوله معصومة نزل بها النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أعلى من كل تشويش. وكم رأينا ممن حتى ممن ينتسبون إلى بعض الفهم أو العقل يقول لك والله الطالب السلفي بيحب ياخد الناقة بتاعته ويروح بها الجامعة، ولما يوصل عند باب الجامعة ينيخ ناقته على باب. شفت انت واحد في الدنيا رايح الطلبة السلفيين، كل واحد معاه سيارة من أحدث موديل وما عنده مانع أبدا ان هو يعني يطير فوق البحار والأنهار ويستخرج كنوز الأرض، وهذا كله لا ينافي أبدا السلفية. هذا يعني نوع من التشويش لم يجد الآخرون يعني حجة ولا بيانا أخذوا يشوشون، وهذه عادة معروفة وشنشنة يعني قديمة منذ كان الأنبياء ومنذ بعثوا، وقالوا ما لهذا الرسول لا يمشي لا يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل عليه. كثرة التشويشات على المناهج الحق لعدم يعني وجود حجة وبيان محدة،
ولهذا لا تنشغل كثيرا. السلفية ليست رجعية وليست دروجة، وإنما السلفية هي المنهج الصحيح للإسلام. هل يضير السحابة نبح الكلاب؟ هل يغيظ الفتى أنين الذباب؟ لا يروع الطيور في مرتقاها ضرطة الثور أو عواء الذئاب. يكفيك هذا. يقول أنا متزوج منذ 3 سنوات ولم يرزقني الله بزرية، الحمد لله نرضى بذلك، صلى الله تعالى أن يرزقك ذرية صالحة وكل إخواننا الذين يتوقون إلى ذلك. ولكن والدتي تقول إن زوجتي مكبوسة، أفيدونا في هذا الأمر؟ ما هو أيضا لما ما هو ده من عدم السلفية. لو في سلفية كانت قالت إيه يا ابني إلجأ إلى الله وأنزل حاجتك بالله، والله عز وجل على كل شيء قدير، انظر إلى سيدنا إبراهيم لما بلغ من الكبر عتيا وبشره الله عز وجل بالولد وقالت عجوز عقيم، يعني كيف ألد يا ويلتى ألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا، قال وتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته. أم سلفية تذكرته بهذا. وقال يحيى عليه السلام إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له، فتدل على السرعة. هذا هو المنهج. بعدين العجيب أن إخواننا يقول لك متزوج من 3 سنوات، هذا عجيب جدا. الإنسان ولو أول ما تزوج مع أول فرصة حملت المرأة يقول لك إنا لله وإنا إليه راجعون، ما لحقناش نتهنى بالزواج من أولها كده رجعت يعني لو جابت على طول أنت زعلان، لو تأخرت 3-4 سنين أنت زعلان. عجيب شأن الإنسان، لا يرضى أبدا بحال إلا المتقين وإلا المؤمنين وإلا المصلين الذين يسلمون لأمر الله. أسلموا إن أراد الله أمرا وأتركوا ما أريد لما يريد. فنصيحتنا لهذا الأخ ولغيره 3 سنوات و4 سنوات و5 يعني مساحة عادية جدا، لا تستحق ولا تذهب أيضا، يعني لا يلزم إن شئت أن تذهب اذهب، لكن لا يلزم أن من أول سنة ومن أول شهر ومن ثاني سنة. النصيحة أن لعل هذا علاج لقلبك أن تدمن العبادة، تنزل حاجتك بالله وتسجد بين يدي الله وتشكو إلى الله عز وجل، يريد أن يستخرج منك هذه العبوديات. ثم هو إذا شاء يعني حملت امرأتك بتوأم إن شاء الله أو بتوأمين، ولا يقال توأم، هما توأمان، بتوأمين أو يعني 3 إن شئت، 4 إن أحبب، 5 إن كان هذا يعني تحبه، صلى الله تعالى أن يرزقك وللمسلمين. لا داعي للاستعجال ولا داعي والوصية أيضا للنساء، لأن أكثر الضرر يأتي يعني على النساء نتيجة كثرة الكلام ويعني التعليقات، أن تصبر وأن ترضى وأن يعني تعيش عبودية التسليم لله عز وجل، ومع الدعاء وإنزال الحاجة يوشك إن شاء الله أن تأتي الذرية. والعجيب أننا لو عمرنا وعشنا بعد 10 سنوات ربما نراك تقول ماذا يفعل ليت ما جاء فلان هذا ولا فلان، وتبدأ تعكس المسألة وتشتكي من الأولاد ومشاكلهم كعادة يعني من كان قبلك. هل يمكن أن نتابع الشيخ في شرح السيرة بحيث إن بدأ في المطالعة فما هي؟ أظن هذا يعتبر تقدم، وظهر الكتب دي كلها في نفس الموضوع، الأسئلة في الكتاب. وهذا أيضا من عجيب الإنسان، أتظن إن درس السيرة يكون ما أملوش كتاب؟ لكن خلق الإنسان من عجل. ما هو الكتاب؟ ما هو الكتاب؟ ما هو الكتاب؟ نريد معرفة الكتاب، نريد معرفة الكتاب، نريد المتابعة في الكتاب. وربما غدا يأتي الكتاب هو لا يأتي. فين يا ابن الحلال؟ أين ذهبت؟ والله يعني كانت هوجة كده، وأنا كل أسبوع هاجي أتفرج على الناس. أنا كنت جاي أتفرج أول يوم وأعرف الأخبار وإيه الكتاب اللي هتشتغلوا فيه وكيف الشيخ شغال وكويس، وأعمل تقويم للشيخ. لا والله ماشي الحال يعني. ثم بعد هذا السلام عليكم ورحمة الله. طيب أنا أخشى أن يكون الوقت، فأنا أعتذر عن بقية الكتب وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، جزاكم الله خير.